الكاسيت لعب دور مهم جدا في ظهور وانتشار كتير من الفنانين الشعبيين هنا في طنطا، وعلى بعد خطوات من مقام السيد البدوي اتأسست واحدة من أكبر شركات الكاسيت في مصر، الغربية للصوتيات. 6 أشخاص معظمهم تجار قرروا يعملوا شركة، الهدف تسجيل ونسخ القصص الشعبية والسير والمديح من الموالد وإعادة توزيعها على الناس. طريقة التنفيذ إرسال 3-4 شباب للمولد، كل واحد فيهم شايل على كتفه جهاز كاسيت وبيسجل لايف، والنسخة الأفضل هي اللي بتتنسخ على شرايط تانية وتتباع. نجحت الفكرة وبقت فرصة لالتقاط الأصوات الحلوة. من هنا طلع الشيخ طلعت هواش ومحمد العزب وشفيقة وغيرهم. احنا أصلاً تجار خردوات، وكنا عندنا بترين بنبيع فيها خردوات وكده، فناس من عندنا من هنا من طنطا كانوا بدأوا يسجلوا للمشايخ دول في الموالد وكده، ويجوا ايه يطبعوا مشايخ المديح والقرآن. احنا بدأنا حضرتك مديح وقرآن، لكن ايه اللي دخل الخردوات بالانتاج الفني؟ يعني ما هو حد فخري، ما هو حضرتك احنا خردوات بنشتغل في اي حاجة. فالناس دول تجارة. تجارة. فالناس دول جم عرضوا علينا شرايط متسجلة عليها مشايخ، فاحنا الفكره كانت يعني ايه نجرب. ما احنا التاجر بيجرب، بتحط حضرتك بتجيب عينه وبتحطها، لو اتباعت او اشتغلت بتكتر منها وكده. المهم حضرتك الناس دول جم عرضوا علينا الشرايط دي، فخدنا منهم كميات اتباعت كده. المهم الفكره جت من هنا. يعني دي كانت سنه كام يا حاج احمد؟ 72 71 في الحدود دي. يعني بدانا الناس عرضت علينا، يعني ايه قالوا طب ما بدل ما تسجلوا الحفلات في الشوارع يعني وكده، ما تسجلوا في الاستوديو. فاحنا طبعا ايه بقينا نروح نحجز في استوديو النهار بتاع الاستاذ محمد نوح ونسجل فيه ونجيب الحاجه، فطبعا ايه بنيجي نعرضها ما بتتباعش، الزبون ودنه رايحه لللايف اللي تسجل لايف في حفله مباشره. في روح والشيخ بيقول بقى يعني من جواه، والناس بتشجعه وكده، فهو السر نجاحنا في اللايف. ونيجي عندنا مكان اجهزه بنحطها عليها، ولو في حاجة خارجة بتاع نشيلها بتعمل لها مونتاج وننزل الحاجات اللي هي المظبوطة. يعني هو كنت بتسجلوا لمين يا حاج وقتها في المرحلة الأولى؟ بدأنا مع الناس اللي هم المشاهير، طلعت عبد المجود هواش طبعا، والشيخ شرف ده من التمادي من المنوفية، والشيخ محمد عبد الهادي ده كان حاجة جامدة جدا من رشيد. زمان كنا بنسجل على اجهزه صغيره كده، ما كانش فيه اجهزه طبع نزلت حضرتك خالص. كنا بنعمل توصيلات، نجيب مثلا 100 تسجيل ونعمل لهم توصيلات نسخ يعملوا متشريط في الساعه. يعني حضرتك ما كانش فيه مكان طبع. احنا بعد كده حضرتك جالنا طبعا مكان كان بيسجل الشريط 3 دقايق وبتنزلوه في نفس الوقت. بنختبر السوق الاول، لو الشريط ده حسينا ان هو اشتغل وتمام بنكتب الكلام اللي عليه ونقدمه للمصنفات عشان ناخد بيه تصريح وننزله على طول. ما نجحش خلاص، هي الطبعه الاولانيه اللي كده وخلاص. كانت الطبعه وقتها كام شريط مثلا حضرتك؟ يعني احنا كنا بنجرب مثلا ب 1000 شريط ب 2000 شريط. بس دي ارقام برضو كبيره مش صغيره يعني في الوقت ده. بس حضرتك اللي كان يعني احنا عندنا كان عندنا قصه اسمها مار ومهران. طبعا لمحمد العزب طبعا، دي حاجه بسم الله ما شاء الله من الحاجات اللي ضربت دي. دي حضرتك كان بيجي لنا من القاهره ومن اسوان ومن الصعيد من كل حته، يجي واحد مثلا يقول لي انا عايز 1000 شريط مار ومره، ما عنديش ال 1000 شريط، ادي له جزء واقول له تعالى مثلا كمان يوم خد يعني كتوزيع. كتوزيع. بعد كده في شركات كتير فتحت، يعني كل ناس كتير قلدتنا يعني وعملت حاجات زينا بس ما حدش نجح زينا. طب قول لي مين النجوم اللي طلعتهم الشركه؟ كتير حضرتك، كل الشعب من عندنا، كل الشعب اللي نجح من عندنا، لدرجه حضرتك كان في واحد اسمه محمد البنا كان متوفي وكان بيقول قصص كان هو قايلها قبل ما يموت. فاحنا جبناها من ولاده ونزلناها عندنا لان كانت بتطلب مننا. يعني ده انتشر بعد وفاته. انتشر بعد وفاته. كمان عندكم انتوا يعني في من نجوم مثلا مسعد رضوان انتجتوه؟ لا ده حضرتك ده بعد ما انفصلت. بعد ما انفصلت انا كان ليا سكه تانية، يعني انا كنت شريك مع الحاج سيد الله يرحمه ومع الحاج عبد الرحيم ومع بابا. بس كان ليا حاجه لوحدي، كان عندي قسم توزيع، محل توزيع لوحده والشركه لوحدها، دي حاجه ودي حاجه. لما بدات بقى حضرتك في الانتاج الاغاني بدات بمصعد رضوان، واحد اسمه اسامه الصغير الزقازيق،
وشفيقه كانت هنا شفيقه دي كان زميل ليا بيسجل لها، عمل لها مثلا يجي 10 شرايط ما بيبيعوش في السوق يعني، فانا يعني ما حبيتش اعمل لها شغل. فجت في يوم عزمتني على فرح بنت اختها، فانا قاعد بتفرج عليها لقيت حاجه رهيبه، صوت وخامه وحضور والناس هتتجنن عليه. فقعدت ما بيني وبين نفسي كده يعني استغرب، وكلمت معاها قلت لها انا عايز اعمل لك شغل بس ما يعني ما تتدخليش في يعني 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 انفذ اللي انا عايزه. موافقه؟ قالت لا موافقه. كتبنا عقد حضرتك. بدات بقى احط ايدي على الموضوع اللي هو ايه اللي هي اللي نجحها. زمان عبد الحليم لما كان يعمل حفله فكان حضرتك بيعمل بروفات للحفله، فرحت جاي واخدها وايه وحجز لها في اسكندريه في المسارح في اسكندريه نعمل بروفات ونجيب الفرقه اللي هو العازف ده يعني ما عجبناش نجيب واحد غيره. المهم حضرتك ايه نعمل بروفات على الشغل الاشريط اللي هنسجله ده مثلا بالشهر والشهر ونص لحد اما تبقوا مقتنعين بيه تماما الشغل طبعا، ونقوم طالعين على الاستوديو زي ما بتشتغل في الشارع نسجله بالظبط. نزلت بقى وفرقت معايا جامد، فرقت مع الناس كتير، كل ناس كتير جدا بتغني اغاني. طبعا حضرتك سعد الصغير خد اغنيه من عندنا اسمها العنب، حتى عد غناها تاني وورده. العنب اصلا مش بتاعته اساسا؟ لا لا مش بتاعته، بتاعت شفيق بتاعتي. كلام ولحن. ازاي بتختار الصوت الحلو؟ يعني انت مثلا بتسمع بتقول ده هينجح ده مش هينجح، ازاي كنت بتختار الاختيارات دي؟ الودن. يعني انا حضرتك مش دارس مزيكا ولا، بس الحمد لله يعني ما راهنتش على حد وما نجحش الحمد لله. مين اللي سمعته من اول مره وقلت الراجل ده هينجح؟ اسامه الصغير ده حضرتك لو سالت اي حد في بعد الثمانينات كان له اغاني يعني غناها جورج ومغناها ناس كتير جدا، كان يعتبر هو انجح واحد فيه زي اللي تعبنا سنين فيها. خلق شريط الكاسيت مساحه حريه اكبر للغنى في مصر، مساحه بعيده عن الذوق الرسمي لاختيارات الاذاعه، الشارع فيها هو الحكم لنجاح فنان او فشله. ومع ظهور ثقافه الفلاشه والام بي 3 انتهى عصر الكاسيت. ما ركزناش في التقدم اللي بيحصل بره والدنيا بتتغير، ما خدناش بالنا اللي فجاه لقينا نفسنا حاجتنا كلها. يعني حضرتك انا ما المهنه راحت ببيع الشرايط دلوقتي بالطن. امتى اخر شريط انتجته يا حاج؟ اخر حاجه عملتها عملت شريط لاحمد شيبه في 2006 كده. بعد كده بدات الدنيا خلاص مفيش. لا خلاص راح، ما انا بقول لحضرتك الموضوع راح مننا خالص، وللاسف ما يعني انا بس احتفظت بحاجات باصولاتي ومساطر وحاجتي يعني للذكرى يعني، ما انما دلوقتي حضرتك مفيش اي حاجه خالص، كله راح. يعني لدرجه ان حضرتك دلوقتي انا عندي حاجات نفسي اسمعها بس مش لاقي كاسيت اسمع عليه، مش لاقي. عندي اجهزه كاسيت كتيره جدا كنت بسمع عليها مش لاقي حد يصلحها. في اغاني كتير جدا مش يعني مش موجوده ام بي 3 او من تراثنا. انا عندي حضرتك عندي حاجات كتيره جدا ما يعني كنت بسجلها في الحفلات على كاسيت وموجوده على كاسيت، ما تحولتش لحد دلوقتي. لا. كان عندك كام واحد شغال في وقت من الاوقات يا حاج مثلا في الثمانينات مثلا؟ انا حضرتك كان عندي 4 عربيات توزيع اللي هي الفام، وكان عندي فرع في المنصوره وفرع في اسكندريه وفرع في طنطا، كان عندي حوالي مثلا 30 عامل. دلوقتي عندك كام واحد شغال في المكان؟ واحد. يمكن كلنا عارفين الاغنيه دي بصوت محمد فؤاد، بس معظمنا ما يعرفش مغنيها الأول مسعد رضوان اللي اشتهر في نهاية السبعينات بمطرب جامعات مصر الأول. كان واحد من نجوم الكاسيت في الثمانينات، وصل صوته للشارع بس فضلت صورته مجهولة. يلا بينا يلا يلا يا حبيبي يلا 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 نفرح وين ولي ونقول ما شاء الله. وردي 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 عندي في الدنيا
دايما مصعد رضوان مطرب الجامعات الاول، وخلصت جامعه وخلصت الدنيا وبرضه هي هي, هي. لا ابدا ما بتتخرجش. نعم خالص. نعم. هو انا كنت في كليه الحقوق جامعه الزقازيق وكنت بغني، فاكتشفوا ان انا صوتي حلو زمايلي واصروا ان انا اخش منتخب الجامعه، وفي مسابقات الجامعات اللي بتبقى في المسارح الكبيره زي محمد فريد ومسرح الجمهوريه وفي جامعه القاهره وكده كنت بروح وكنت باخد المركز الاول، لان كان من ضمن الحاجات الكويسه اللي بتديني المركز ده ان انا كنت بكتب والحن الاغاني اللي بغنيها. مره كنت قاعد في مكان فلقيت واحد بيتكلم مع واحده خرصه، جايب ورقه وقلم وكاتب تعملي الخرصه لو حبت فيه هتتكلم ازاي، هتتكلم وتقول حبيبي ليها قلب والف قلب وليها حق يا ناس تحب تعمل ايه؟ تهتها من بقها كانت كمان كانت نغمه، بتهتها كلمتها وعرفت ليه هي في ألم، بتحب جار لينا ضحك عليها طير النوم من عينيها، والله دي جارتنا ساكنه جنب بيتنا في يوم الحب ناداها لوعها وراح في يوم، تعمل ايه الخرصه لو حبت فيه. الله، انت منين اصلا جات لك غيه الفن دي اصلا؟ من وانا صغير، من وانا عندي مثلا 10 12 سنه كانوا بيوقفوني على كنبه كده واقفه اغني كده من غير مزيكا ولا حاجه. انت اتخرجت سنه 79 تقريبا. مظبوط كده. حقوق الزقازيق. نعم. وبعدين بدات تطرح البوماتك. نعم. وكان اول البوم ليك ناني. نعم. تاليف وتلحين وغناء. نعم. وكانت بداية قوية جدا، احكي لي عن الألبوم ده خاصة ناس كتير غنوه. الأغاني دي كانت عندي. من أيام الجامعة، أنت غاوي أنا عاملها وعندي. تمام. وكنت عاملها في ورق وكاتبها بخط جميل كده كل كلمات الأغاني دي. وأنا حافظها مزيكا وكده. وبقيت أروح للعازفين الأورج والعود وكده، الناس عرفتني أوضب معاهم الأغنية. وابتديت اعمل الاغنيه قبل الحاج احمد فخري الغربيه للصوتيات. بالصدفه في فرح وسمعني قال لي طب تعالى، وعملنا ايه؟ شريط ناني. ودخل كل بيت فوق. كانت اول سفريه لي للاردن، لقيت واحد حاطط صوره واحد وشريط شغال لا 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 مسرح رضوان ومش صورتي. قلت له ايه ده؟ ده مش انا. قال ده مسعى دي عمي مش انا، انت حاطط صوره واحد تاني ممكن وبتاع. وروحنا الاسم. الاسم؟ وصلت انا خدته بقى ما كتبتوش. وفعلا وديته صوري تاني يوم اصطلحنا وكده، وخدت صوري تاني يوم اديتها له، وبدات الدنيا تتخرج في الدول العربيه وكده. مره واحد في فندق المطار ما يعرفش شكلي، متعاهد متفق معايا على 300 جنيه. اروح له ب 300 جنيه. لقيته بيقول للراجل انا وصلني لصاحب الفرح وما اعرفش شكلي وصاحب الفرح ما يعرفش شكلي. لقيته بيقول لصاحب الفرح انا وصلني 15,000 بس. بيقول له مسعد فين؟ قال له زمانه نزل من الطياره. انت ما عملتش فلوس من الفرح؟ لا. غنيت 70% من اللي غنيته في حياتي ببلاش. ما يعني ده يعني و30% على قد مصاريف انا وعيالي. وعندك انشطه يعني بتحاول يعني انشطه؟ انا بشتغل شغلانات تانية. عملت اغاني، هي اغاني عايشه لحد دلوقتي. لكن في النهايه هي يعني هي بقت لازقه في اسامي ناس تانية. بتشوف المساله دي ازاي؟ بتضايقك احيانا؟ ما لا لا لا، انا كنت بفرح ان حد بيغني، مش شرط انا اتعب، بس كنت بفرح قوي ان كلامك ولحنك الناس ما حد. سبحان الله، انا ما كنت مصدق. اخر البوم كاسيت نزلته امتى؟ كان كل ليله وكل يوم. الكاسيت خلص. نعم. انت ارتبطت شهرتك بوجود الكاسيت بالاول؟ في الاول. بعد كده حصل حاجه تانية. ايه بقى؟ انما انا سافرت حوالي كذا بلد حفلات بعيد عن الكاسيت خالص، ودي بقى راح اتعامل معاها تطوير هنا جوه مصر. انني رحت كل محافظات مصر لدرجه ان كان مثلا بيجيني 50 اوردر في اسكندريه، يبقى لازم اعيش في اسكندريه. وكنت بتعيش في اسكندريه؟ بقعد في اسكندريه. يجيني مثلا اوردرات في طنطا، اعيش في طنطا.
مشغول يعني بقضايا سياسيه كتير، مشغول بالهموم عربيه. انا غنيت طوبه ولا طياره. ليه رايح للقضايا دي؟ يعني ايه اللي بيجي ليه شاغل بالك بيها؟ ما انت ما تشتغل، ما تعمل اغاني مثلا للافراح. انا مره كنت بقول طوبه والله طياره من الارهاب كده، خد بالك. وكنت بغنيها في فرح، في فرح فرقت النسوان بتزغرط في البلكونات. قيس بقى. بتشوف مسيرتك ازاي دلوقتي لما تبص كده ورا؟ احنا بنتكلم مثلا عن 40 سنه. انا سعيد يا استاذ احمد. انا سعيد باللي حصل واللي عملته. اللي حصل واللي عملته ده مش انا مش مصدق لحد دلوقتي. مهرجان الحياه دي، صابون طيار من فوق العالي، مين اللي هيراعي؟